الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للمغرب في القرن 21، أية مفاهيم جديدة لأي مسار مستقبلي للتنمية، هو عنوان الكتاب السادس للباحث الزروالي محمد، الذي يناقش عبره إشكالية ذات راهنية كبرى توجد في صلب اهتماماته العلمية منذ عدة سنوات. وفي ورقة تقديمية للكتاب الذي يقع في 432 صفحة من القطع المتوسط، فإن الإشكالية التي تطرق إليها المؤلف تكتسي حصافة علمية وقيمة استراتيجية وعملية لا جدال فيهما، خاصة في سياق النداءات الملكية لإعادة النظر وتجديد النموذج التنموي وتعيين لجنة لهذا الغرض. الكاتب خلص إلى أن المقاربة الجديدة للتنمية التي تجعل من الجهوية المتقدمة الإرادية محركا للتحولات الهيكلية للمملكة وورشا كبيرا في صلب الرهانات الحالية والتحديات الداخلية والخارجية المستقبلية للتنمية الوطنية والجهوية الشاملة والمستقلة والمندمجة، تحتم إقرار تحول في مفاهيم الاستراتيجيات والسياسات التنموية المقبلة وبلورة سيناريوهات مستقبلية اختيارية. ويعد محمد الزروالي الذي رأى النور قبل 66 سنة بتونات من أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية، وهو حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية، وتولى الخبير الدولي العديد من المهام في مجال التخطيط والتنمية البشرية والاقتصادية، وهو عضو بجمعية الاقتصاديين المغاربة.